بكم من جديد، والآن وصلنا لمواقع التواصل الاجتماعي وحنبدأ مع تويتر وما اخترناه من هاشتاجات نتابع. الهاشتاج الأنشط لهذا الأسبوع كان هاشتاج اليوم الوطني، إذ بدأت أمانة مدينة الرياض بتجهيز مواقع لاحتفال باليوم الوطني للمملكة، منها مواقع مخصصة لاستقبال العائلات وأخرى للشباب وموقع لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل برامج الفعاليات العائلية عروضاً للقطاعات العسكرية وعدداً من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والتراثية. ومن التغريدات الأكثر تداولاً كانت تغريدة لأخبار السعودية فيها صور أعلام المملكة وتجهيزات في مدينة الرياض، وأيضاً تغريدة لحساب عاجل السعودية يذكر فيها بتحذير المرور بالحجز وغرامة 900 ريال للمركبات المخالفة باحتفالات اليوم الوطني. يعني أنا سعيدة جداً أنه اليوم الوطني قرب، ومن الآن لابسة أخضر. طبعاً إن شاء الله يا ربي دائماً تكون أيامنا في السعودية بخير وسلام، والشعب يكون مرتاح، وحكومتنا الله يحفظ لنا إياها إن شاء الله. وإحنا طبعاً في سيدتي بنواكب كل الأحداث، عشان كده عاملين حفلة أو حلقة خاصة احتفالية لليوم الوطني، حتكون يوم الاثنين وحيكون فيها العديد من الفقرات المميزة. أجواءنا حتكون احتفالية تماماً، فإن شاء الله تحضرونا يوم الاثنين، تحضرونا كل يوم بس يوم الاثنين بالذات لأنه حلقتنا حتكون احتفالية. والآن حننتقل لموقع سيدتي .net وأبرز المواضيع اللي اخترناها لليوم، خليكم معنا. من أكثر المواضيع نجاحاً لهذا اليوم على تويتر هو من قسم مكياجك، والموضوع عيوب جمالية فاضحة جداً لنجمات هوليوود، والذي يظهر بالصور إطلالات النجمات بعيوب جمالية محرجة. يبدو أن موسم الأفراح يشغل بال الكثيرات من الفتيات، والإشارة إلى ذلك تأتي من تصدر موضوع فساتين العروس من أهم المواضيع التي لاقت نجاحاً على فيسبوك سيدتي .net، والموضوع عن كيف ترتدين الفساتين المكشوفة عند الكتفين، والذي يحمل معه الكثير من النصائح عن كيفية لبس هذا الموديل. وعلى الفيسبوك أيضا شكل موضوع الفنانة نسرين طافش صدمة للجمهور بعد أن صرحت خبر طلاقي صحيح وهو نتيجة وصولنا إلى طريق مسدود. يعني أخبار متنوعة، وفي منها المفرح وفي منها المحزن. يمكن خبر انفصال الفنانة سيرين طافش موضوع أعتقد أنه شخصي، يعني ماني عارفة ليش الناس تعتقد أنه الشخص المشهور زواجه أو طلاقه قضية كبيرة. يعني كل الناس بتطلق وكل الناس بتتزوج، يعني مو شيء. وبالعكس الأسئلة والإحراجات الكثير هذه كمان مزعجة يعني للشخصيات العامة، هذه حياتهم الخاصة. الموضوع الأول طبعا عن الفضائح فنانات، بعض فنانات هوليوود. مش عارفة ليش الناس مجتمعنا بيحبوا الفضايح كثير، يعني حتى أوقات يدخل واحد على اليوتيوب فضيحة مش عارف المطربة الفلانية أو الفنان الفلاني، هو ما في فضيحة أصلا ولا حاجة، بس أنه الناس بتدور دائما على الفضائح كأنه يعني كأنه هم ملائكة ما عندهم شيء، وهم شخصيات العامة اللي عندهم فضائح بس. غريب يعني. وإن شاء الله مبروك لكل عروسة، الله يتمم لها على خير. وطبعا على موقع سيدتي في كثير من المعلومات اللي يقدروا يستفيدوا منها عن زواجهم. الآن حننتقل إلى موقع سيدتي .net وإلى فقرة أزياء المشاهير مع نيكي ميناج. في أزياء المشاهير لهذا اليوم صاحبة الحضور الصاخب نيكي ميناج، والتي لطالما أخفقت في طلاتها الغير اعتيادية، إلا أنها تتجه الآن نحو إبراز أنوثتها وروحها المنطلقة. أحدث ما اخترته نيكي ميناج لتبرز جمالها اللاتيني هذا الفستان بقصة البابلام المستوحى من الفساتين الإسبانية الغجرية، وهو تصميم ضيق من الصدر حتى أعلى الخاصر ثم يتسع لينتهي في أسفل الخاصر، وهو ما يمنح منطقة الخاصر انسيابية وأنوثة أكبر. تألقي مثل النجوم بهذا الفستان المتوفر على سكر.com وبأسعار منافسة من أشهر دور الأزياء العالمية، ولا تنسي الاشتراك في نشرتنا عبر البريد الإلكتروني لتحصلي على آخر صيحات الموضة العالمية وأفضل الصفقات فقط من سكر.com. تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية.
بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يومياً بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. الآن مشاهدينا حننتقل إلى فاصل قصير ونتابع من بعده فقرات سيدتي، ابقوا معنا.